كما بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيه شكر وتقدير الى اخيه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه حفظه الله هذا نصها صاحب السمو الملكي الاخ العزيز الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا ونحن نغادر أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد انتهاء القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشكل استثنائي التي تشرفنا بحضورها نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أن نعرب عن خالص الشكر والامتنان لما قبلنا به من كرم الضيافة وطيب الوفادة في بلدنا الشقيق وعن سعادتنا باللقاء بكم لبحث ما يربط بين بلدينا من علاقات أخوية راسخة ومتجذرة في التاريخ ولا يسعنا في هذه المناسبة الا ان نشيد بالرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة اعمال هذه القمة التي ترأستم اعمالها بكل كفاءة وجدارة معربين عن الاعتزاز بما توصلت اليه من نتائج سيكون لها بعون الله الاثر الطيب. نسال الله العلي القدير ان يحفظكم ويديم عليكم نعمه الصحه والعافيه وطول العمر وينعم على المملكه العربيه السعوديه وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والرفعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكه البحرين.